بريم حبيبي كلمت رجال يقول نهاية 350، شوف ترتيبك عشان أصلك الموضوع ترى زين. مسافة الطريقة بعد راسي، مسافة الطريقة أهم شيء نوهق. غير ماكينة الفرنش هران هذا أهم شيء، وكالة لأن النصب. عتوج هذه خيلتك؟ قول ما شاء الله، قول ما شاء الله. بس ايش رايك؟ شفتها شلون تلق من النظافة؟ اوف اوف، انها تلق من النظافة صارت مالحة عتيج. يا ايش فيك انت؟ بقول لك عتوج، ما بتاخذنا فرة فيه شوية؟ لا هذه انا اصلا مخليها بس اوقف هني. ليش لما اخذها اذا مخليها ما بتحرك؟ عفايس عفايس. افتح هذا الطربال بس لا تفتحه كامل، هلا عشان يصير دبل لو وسخ يوسخ عليه. ما شاء الله تبارك، كم ماشي؟ هو 150 مو واجد فوتش البلد طبعا. رجوله مجرحه ذا يبي له شو اسمه؟ ايه كحل كحل رجوله، الاربع رجول كحلهم. فتحة زيادة عادي، فتحة زيادة فتحة زيادة لا عادي. خطط الدنيا ما يوسخ. ايوه مية مية، يلا تفضل تفضل. يا ابن الحلال انا ربطت الحبل اللي قصيته مو ربطت الحمار. الحمار بارده خوش. لا لا ما اذكر فيك الصيام. مالك نصيب تنحاجي والله اثر الصيام. والله حصاني حصاني كان دلال المنايا وداوي راس من يشكو الصداع. ما جاز لي والله يا جماعة، أحس إنه أطرم. شوفوا ما شاء الله، سمعوا ما بمالي هالأطرم. ما قلت لكم أنا شو السالفة، دقيت على واحد من الأرقام اللي رسلوا لي متابعين بغير اللي خدته، ما جاز لي. اشتغل شنو اشتغل برا؟ إيه. ما بي ما بي، خلاص ناخذ ذي بدالة. راح 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 نقل راح تعال راح لا بركتن فيه. يلا هذا الشيخة ما شاء الله تبارك الله، هذه الوكالة ها يا عم بعد جديدة ما شاء الله. أهم شيء تتكلم عربي مضطر ما ذاك أطرم ذاك. إن ما تكلمت فيها حليب ها؟ الحليب وزعناه على الجيران. ايه عشان نحلبها. ما شاء الله تبارك الله. لا ذي واضح انها متكلمة، ذاك هالطرام قهرني والله يا جماعة الخير، كم مرة وقف الطريق اشغل له مقطع صوت ما يتكلم. ليش افراكسي؟ قلت ما اوصل مزرعة ابه والله، بدق على الارقام اللي عندي لين القى واحد احسن منه. بنجربها الحين. تجمعوا ضدي وراحوا نهاية. يومة الدعاء.
عمو خليل عمو خليل افتح باب بابا عمو خليل ها عم خليل والله هو ما يجي طاق هذا يلا ودي 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 يلا ها عم خليل امشي نتعارج امشي نتعارج امشي الله يتقبل صيامكم عبدون العود راجع لكم بعروض تفوق 40% عبدون العود براند مختص في أدهان العود والبخور الطبيعي منذ أكثر من 35 سنة في قلب مدينة جدة التاريخية بدأ الآن موسم العود والبخور وعبدون العود مجهز لكم أحلى مجموعة عروض اللي هي عرض الخير عرض الخير يا جماعة الخير هذا جدا جميل والناس اللي راح تقتني بإذن الله راح تتجمل مع أسرته مع ضيوفه في موسم رمضان أو موسم العيد المقبل عبدون العود اسمعني عاد تسمع انت اللي اسمع اقول لك انا اصبر يا ابن الحلال عبدون العود مقدمين لكم حاجتين هذه الحاجه الاولى اللي في يدك واللي هي دهن عود تايلندي بخوري فاخر اسالك بالله تفتح وتشمه وتشمه انا شف انا عارف دهن العود شو يقول لك مواصفات الدهن هذا خلنا تشمش ما انا اقول لك يقول لك الدهن هذا هو ترند السنة لدى عبدون للعود تفهم شلون؟ ترند السنة يقولون لك إذا تعرف قوة الدهن العود لازم تحطها العقال أوكي يلا وإنت تمشي إذا شميت يعني عود طيب يلا أبا أشوف لا عود طيب بذمتك شميت والله شميت وأنا أمشي إيش رأيك في رحلتك؟ خلنا نمشي ثاني أشوف براسي رد واحد اذا شام يحه عشان تعالج الريحه خاسي والله ما حبيت راسي اجل بس ابو لانك بالحالي ما بنقرا ايوه ما يحتاج تقرب له خشمك بعضهم بعض العود تقربه لازم زي كذا عشان تشمه ذن من بعيد الحمد لله ما شاء الله تبارك ينزل الريحه من فوق العقال بيض الله وجهك حتى وانت ماشي ايش وضع حماني لا والله من تأس خش ريحه روعه والله جميل تاخذه حق الوالده ولا ما تاخذه انا اللي اعطيته كازيه تعطيه حق الوالده انا اللي نبات يطلب من الموقع افهم ايوه زين ما بعطيه ذا ايش مكوناته ذا يا بريم ايش مكوناته نعم. يقول لك يتميز من نكهه بخوريه مميزه ومختلفه عن الادهان المالوفه في السوق كلها الله نعم خبره 35 سنه ما يمزحون دول مو بيوم يومين عبدون للعود اي يقول لك راح يناسب يقول لك راح يناسب محبين ادهان العود لا واذا جيت يا بريم بعد تبي تهدي حق احد نعم. شباب مغلفينه لك وتجي بس عليك تحط شريطه شغل شغل انتك من ذا؟ شغل أنت ك صحيح ايه عطها راضها شو رأيك يا يوسف؟ عطها راضها قوي ها؟ شغل ينفع للمسجد ينفع مية مية سؤال نعم الحين ذا دهن العود اللي عند أخونا أبو فوزي ذا انزين قام يثبت مدته من أبو فوزي أبو أخوك أبو فوزي ايش فيك شبان؟ وعائلتنا كلها ما فيه أبو فوزي كان مدته شف أول حاجة يقول لك ذا إذا تطيبت من عندك إنك تطيبت بخشب العود هذا واحد اثنين يقول لك يمتاز هذا الدهن بفترة ثبات بين 4 إلى 8 ساعات على الجسم على الجسم يعني ايه. ناس سوي زي كذا ايوه بالضبط كده. وتصل الى 24 ساعة على القماش 24 ساعة على القماش دوني لا يوبا خفيف تحط خفيف وتمسحه زين يمتاز اوكي شوف عقلك حاجة نعم. يناسب الدهن الاستخدام اليومي وكذلك المناسبات والإهداء شوف الزواج هو 3 ساعات كله انحطيت على الجسم خلص 3 ساعات اقول لك كل المناسبات مسجد خصوصا الناس اللي تروح المسجد تروح وهي متعطره زين هديه عبدون يدلعهم ما يقصر ابي على خاله انا امي اولى انا جاي قابلك هنا انا متكلم ازياد
عندي طريقه. شو اسمه؟ انا اخذ ذي وانت اخذ ذي. شلون تاخذ ذي يا ابراهيم؟ شلون زي كذا ما يصلح؟ خلاص انت امك ما تبي. امي هي ولا لازم تبي العيد جاي. تستكثر على امك. شلون استكثر على امك؟ يعني نق واشتر. ارفع الشاشه واطلب لها. نق واشتر. عروض مروعه مسوين خصم فوق 40%. من ذا؟ فوق الخصم فوق 40%. من ذا تكلم زي الناس؟ عبدون مسوي خصومات فوق 40%. وياهم. اطلب لامك تستاهل. نطلب لها بدل واحدة اربع. نطلب ولا منتك انت ونسيت. لا تسرق. لا ما في. باقي بعد. هذا لك. العود المروكي. لا ده حق امك وده حق امي. اشوف اشوف. خلي انا بحط. ايوه. سم بسم الله. بسم الله. اي البخيل. خل نشوف الكسره اصغر واحده. الكسره دي نشوف كم متدخن وكم لانه مخلص. ما شاء الله تبارك الله. شو خلاص صارك. خل طم وجهك. طلبه طم وجهك. بعلمك حاجه ما تدري عنها. سكر على وجهك. سكر. اسالك بالله يا نوري. شباب طميت وجهك. انا اقول لك حسيت بحشره. ايوه هذا اللي بقول لك. اشوف عيونك. ما دمعت عيونك؟ ما قرقروا عيوني. ما بدمعها يعني ما دخل فيهم غبار زي يعني. يقول لك تتحسس وتدمع. دمعت عيونك؟ لا ما دمعت. لا حسيت بحشرة؟ لا. هذا اللي يميز العود المروكي. في واحد ده شميته تعطش. الخاص زي ما تعطش. في عبدون. نعم والله خوش. والله يا جماعة الخير أسألكم بالله تشمون. إيش رأيكم في الريحة؟ شوفوا أنا شقلته واصلني هذا من يومين. شقلته في هذا المجلس أقسم بالله والله العظيم يا جماعة الخير. شقلته جيت المجلس بعدين طافي هذا بعد 3 ساعات. هالمكان كله متشبع بريحة هذا العود. ما شاء الله. اي والله العظيم لا ريحته طيبة ما شاء روعة. الله روعة والله العظيم. للحين تدخن والريحة باقية. كم والله دقيقة مثلا؟ والله يا جماعة الدخن. والله يا جماعة الخير والله 5 دقائق. والله العظيم والله ما شاء الله ان هذا شيء يجمل. نعم نجحت عبدون. الريحة. نجحت في هذا المنتج الطيب. الريحه طيبه. شوف بعلمك حاجه. إيه؟ هذا الخشب المروكي يقول لك المحسن انه مناسب لتبخير البيت والاماكن الكبيره. ما شاء الله تبارك الله. يقول لك يجمل ويبيض الوجه ومناسب للتبخير اليومي والوقت بعد ممتاز. والله روعه. زين يقول لك كسره العود الواحده تستغرق 5 دقائق. فعلا ترى يا عيسى تاخذ لها 5 دقائق. فعلا 5 دقائق. خذنا الى 10 دقائق في التبخير حسب على حسب الكسرة اللي تحطها. حسب حجم الكسرة. صح. بيض الله وجهك. غير كسرة عيوس. حط كسرة لا تستبخر. زين. عشان نعنش عندنا. اي والله عشان نشي من الريحة. والله يا النوري والله والله. لا ما يحتاج. قبل يومين انا اقول لك شقلتها في المكان وطلعت يا اخي مستبخلين انتم. حط كسرة تنعدلش فيك كل ساعة. حق البيت. خلي نعنش. حق البيت. الحين شميت دهن العود. شميت دهن العود وشميت العود. والامور جدا طيبة. تبي اصدمك بحاجه جدا قويه. تفضل. قويه جدا جدا. تفضل شوي. وتخليك فعلا انت لو انك ما جيت وشميت هذه المنتجات تبي تطلب لامك. نعم. شنو؟ اسالني شنو؟ شنو عاد؟ اصدمك؟ اها. عندهم ضمان ذهبي عمرك ما سمعت زيه. وشو؟ شو اسم الضمان الذهبي؟ يقول لك الضمان الذهبي انك تطلب هذه المنتجات توصل عندك. اذا ما عجبتك يرجعونها لك. العود ودهن العود. نعم. اذا ما عجبت يرجع. ابدا اذا ما عجبتك ترجع. بشرط يقول لك دهن العود. زين الميل حقه افتح الميل حقه. نعم. اللي هو العود حقه اللي داخل ما يلامس الجلد. شفت الميل ذا؟ ارفع هذا الميل ما يلامس الجلد يعني تنقط على جلدك ولا بمنديل ما يلامس. هذا شرطهم. نعم. من البدايه اول ما يوصل يعني هذا واحد ما نلامسه ما تلمسه بس يشم. يرجع يرجع لو ما عجبك يرجع لك الضمان الذهبي. الضمان روعه ولا يهل عليه ومعروف الضمان الذهبي. حلو. ما عجبك المنتج؟ نعم رجع المنتج. ما بتجي تاخذ هذه وتستخدم 3/4 وتقول برجع. انتوا نيتك وانتوا ضميرك. يوصل لك المنتج خلال 3 أيام 4 أيام. جربت من هذه حبه ما جازت لك شميت جربت هذا ما جاز لك رجع. طبعا عندهم دافع عند الاستلام. نعم خوش عمل. عندهم حاجة جدا جميلة بعد. أنت ما تقدر تشتري المنتج هذا يمديك أنك تقسطه على 4 أو 3 دفعات. أقساط. نعم موجود. يعني قيمته بمية وإيش عليها ما أدري ب200 وأقساط. للحين أنا ما قلت لك السعر. تفضل. سعر المنتج هذا سابقا كان 490. 490. وصار 410 والآن صار ب290 ريال فقط. خصم فوق 40%. 290.
فقط اسوي اقساط تقدر يعني شهريا 74 ريال فقط ولا تصادي انك تقسطها هذه تاخذها لابوك لامك 90 نعم شامل الضريبه شامل التوصيل شامل وجه ذا كل شيء شامل كل شيء حبيبي شامل الضريبه والتوصيل المجاني وفوق هذا كله مو بس داخل المملكة يقدرون يطلبونه حتى من برا المملكة ويوصلهم يعني دول الخليج يطلبون دول الخليج وغيرهم في دول واجد عليهم يرفعون الشاشة ويطلبون بعد عمري بالضبط زين دام انه زي كذا ليش تاخذه بالاقساط بعد دام انه 290 شله يبا خلاص انت ما شاء الله عليك انسان الله منعم عليك مليون خلاص خلاص غير موضوع غير موضوع في ناس 74 خلاص يلا اشرح بالحالك ولا نقوم اشرح بالحالك لا اله الا الله لا حد ينظر يا جماعة الخير رصيد البنك الان رصيد البنك النوري رصيد البنك شو 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 اقول لهم اسالك بالله اقول لهم رصيدك البنكي تقول لهم رصيدك البنكي اللي شفته قلت لهم الله سلامتك رصيد البنك لا لا مو بقايل لهم تعال 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 مو بقايل لهم ارفع الشاشه يا جماعه الخير واخذوا هذا المنتج وعد انكم تدعون لي وتدعون للنوري والحمد يا هلا وغلا فيكم الله يشهد علي وبذمه بعيدا عن انه اعلان عبدون للعود قدم لكم هذا الضمان الذهبي لاجل اذا وصلكم بتشمونه ما عجب كم بس تردونه لكن انا اقول لكم وعد تطلبونه ما راح ترجعونه وعد من عندي الوالدين يستاهلون خلوهم يدلعون بالعود بدهن العود انتم ايضا دلعوا انفسكم ولنفسكم عليكم حق 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 صح سعره كان كم وشوفوا الان كم وهذه عبدون العود ترى شيء قديم ما هو مال اليوم ولا ذا 35 سنه يعني ما جابت لكم حاجه مو مستعد انها تخسر سمعة 35 سنة وتقدم لكم حاجة حي الله لا حاجة تجمل تجمل والله يوفقهم ويوفق النوري الله يسلمك لا الله يوفق الله يوفقكم انتم ويوفقهم ثم يوفقني ويوفق النوري انا النوري ما شاء الله مليان رصيده قل قل اقول المبلغ رصيد يعني امشي انا ما قلت لك كم امشي انت تقول مساعد مستعجل مستعجل الحين بالسحور تاخرتني سحور وياكم سحورنا مو بهالحزة ما اني اعلمه والله سحورنا مو بهالحزة ما عليه ابد والله ده محلك محلك انتظر لين يسوي السحور وتسحر معانا لا ابد. انا ما فطرت عاد العلاقه تجيب لي شيء اكله راح قاض شغله امك وخذ لك شيء تبي تاكل شغله امي خلصها اخوي انا قاعد قاعد جايع فطور ما احنا عادل كل واحد ما يفطر عادل حركاتك دي تركع عنك حركاتك شو اللي تبي توصل ابي اكل اقول لهم والله رصيدك حبيبي قل لهم رصيد بس ابي اكل ما تزعل مني لو ما ازعل راح اقول لهم انا اقول لهم انا اقول لهم رصيدي 25000 رصيد 100000 رصيد 200000 خلاص ارتاح قلبك راح اجيب اكل راح تجيب لي اكل والله ما في شيء الحزن باقي فطوركم تجيبه شف انا اعلمك ايش تعلمني اعلمك والله باقي فطوركم تجيبه تبي تنقنق ابي انقنق ما راضي يعني حليب بخصم يكفيك ايه حليب بخصم يكفيني ترى ما عندنا مال غنم والله ومال غنم ايش فيه انا اوكي بس خلاص مال غنم تشربه الحين اخلي العام يشرب مال عجوز اخلي العام خليل طال عمرك يحلب لك ذيك الغليمات وادع لك بحليب بخصم انا اللي بحلب لك انا صح انا اللي بحلب في شعرك انا اللي انا عندي ما اخلي تجيب لي حليب صافي اخلي حلبك تبي تحلب انت لا لا انا محلك وحالب يا انت ضيف بدل ما انا ضيف انت ضيف, انت ضيف. ايه وتجيب لي اكل انت ضيف وتجيب لي اكل انت ضيف اي ضيف انت راعي محل يا عمري انت راعي محل الله يسعدك اي والله قال خليك تحلب لا لا ما بحلب عاد احلب انت خلاص دقايق بس دقايق ودلعك باحلى حليب وبخص يلا دلعني حليب وبخص بتمنى عليه حنسن قدام ما تبي خلاص قام لا جيب جيب بابا اي حليب عندك ما ادري بس بشوف لك الحين عادي عادي اي حليب حتى لو علب شفت العلب جيب لي علبتين ثلاث اذا ما عندك من الحليب الدبابة اوكي يلا راح بخصم لا تنسى بخصم بخصم تعال جيب 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 تعال بن محمد تعال لا تخاف تعال هلا بالشيخ هلا هلا بالشيخ هلا شوي شوي ما تسوي شيء ما تسوي اقعد والله العظيم والله ما تسوي شيء بعدك من حواق الله شوفه حواق الله قعد اقعد ايوه
اسمع ما تسوي ما تسوي شباب ما عليك منها والله ما عليك كفو والله كفو صبار اللي يتسخن شوف يشتغل ميكرويف شكل ميكرويف يشتغل كافي طيب يلا الله وجهك بس من الحين اقول لك ترى بارد والله العظيم رحت للميكرويف خربان ما بخربان يعني مقطوع وايد الفيش ماله ولا ينشبك كذا اصدق بيت واحد البيت ما في الا ميكرويف واحد صبيتها في طاسه شقلت قاز ترى احنا في الاستراحه ما في البيت ذا بارد ياكلون حتى كل ما عمري شربت مع ما اكلت مع بارد احسن معدتك لا تتشارط يا النور يشرب وتاكل لا بارد ما ابي والله والله بارد ما ابي جيب لي حار جيب لي حار سخنه جيب لك اي حل ها عندك حمار عندي وينها؟ سخنتها والله سخنتها رحت بيت نوار لأجل أسخنك تعبت تعبت والله تعبت الله ايه مشوار يا النوري ترى يشربونه بارد صح ما احب بارد زين 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 خلاص تعذر بتاكل ترى ما في سحور ايه بعد خلاص ايه ما في سحور لا جيب لي سحور اليوم ويا اهلي دينك نقه ويا اهلي والله واحتمال ان انا اجي بعد المزرعه بعدين زين على قصاح صغير ايه كنت ساكت يا برد قل قصارنا زين عاد والله قايل والله بمنه للسنه الجايه تدري انت امي الله يطول في عمرها ويطول في عمرها أمك. الله يطول في عمرها والدين الجميع والدين الجميع قل أمين نعم إنها ما تتكيف إلا على حليب الأغنام اللي عندنا أمك روعة أمك ما هو طعم يعني أي حليب أنت تشوفه شم زفر ها شم زفر بي لا أتحدىك شم والله ما تشم ريحة زفر ما في ليش لنا طريقة خاصة إحنا ما بس قضية طريقة في القليان وكذا والحركات مية مية خليه يطبخر عدل هذا واحد اثنين احنا الاعلاف اللي نعطيهم الاعلاف ايه الاغنام حقتنا نعم حتى لو تشربه بارد ما تشم روايح فيها ما في زبورة ما في كلش ما في حزورة اتحداك راح شم خلا شم والله ما تشم ما في صح جديد جديد عليك بالعافية يعني نبي الزود يبا اقول لك عاد لا تصير طماع قام غسل يدينك وتوكل بيتكم بس ما غسل يدينك وتوكل بيتكم من عشان بصم وحليب ما منك ذي بركة نعمة تجحد نعمة تجحد النعمة تجحد النعمة لا نعمة خلاص زين قم عبلي عبلي والله خلاص إذا كذب بتسحر مجوع أنت لا إحنا نبيك تتسحر ما بيك خلاص نبيك تاكل يا مع أهلك يا في الزراعة أكل ذي وأحمد الله عاد قام عاد لا تصير بخيل عاد عبلي على الأقل نص نص ترى حلاب الغنم تعب ما بتعب نص ولا تسخنه هالمرة يلا بس لا تسخنه جيبه ما خلاص قام الحماني قل الحماني قل حلب لك حماني هو اللي حالب لك قل له يحلب لك انا من بقايا وين حماني برا حماني هو اللي حالب ان شاء الله عليك كمل هنتيف وراح له شفتك تكرر هالطلب والله والله ناخذ هالعقال وامس بدينك اخليك مد لدربك ضيف استح على وجهك انت ضيف انت واحد منه فينا راعي محل زين عاد قام قل له وين محمد قاعد هو هناك يم الغنمه هو الحال بيعني شوف عاد حميد لا تقعد تستهبل لي لا والله العظيم نفسك عاد انزين راح جوع جينا والله اوف يا ابن عمي اوف يا محمد حلب له حلب له يا محمد حلبت له احسن حليب كافو والله بيض الله وجهك
عطى عطى ايش فيك؟ عطى عطى جدك مش عارف حالي النوري تعال جيب لك زيادة حق الكحة تعال بقايا الحليب اطلع اطلع يا طيب الكحة اطلع نوري تعال حرام بقايا الحليب نوري اسمع نوري احسن حمارة ذي جايبينها لك وقف احسن لك وقف اسمع ذي احسن حمارة جايبينها لك شفت احسن حمار لا 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 خلاص بقولك شيء والله بقولك شيء والله بقولك بقولك والله بقولك شيء اضحك وياك والله والله ما اغلب والله والله ما اغلب والله ما اغلب تعال ما اغلب ما اغلب يا الدلخ ما اغلب مو بحليبها والله مو بحليبها والله وراس امي انه مو بحليبها والحليب اللي شرب ثانيه حليب من بقال حليب من بقال ذا والله مو بحليبها لا تحلف والله العظيم مو بحليبها لا تكذب اعطوا جواله طلعوا له جواله وخلي شوف السنابات طلع جوالك انت رح شوف جوالك قنعت صدقك انا بشربك حليب حمير اكو وياك خليني اجل اكو اطلع البطني كله ايش حقها ايش دراني خلاص 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 يا نوري تعال يا نوري ما يصير تطلع زعلان والله يا نوري تنزل لك ذبيحه 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 يا نوري ما يصير تزعل يا حمود ولا بالضبط لحظه ماني معزه لك معزه بس ما دماغ لبده انا رفيجك بمقلبده ما برفيجك ولا معزه ولا بالضبط السوس ذا ولا هالسوس هذا اللي يسوي راح يحلب يعني شفانية يعني اني انا حالب حمارة وهو عبي لطاسة روق روق انا رايق يلا عمري انت حمود انا من شفتك حمود انا صديقك من شفتك دار علي والله بديتك والله يكفي اني ما اذيتك انا ما اعطيك حليب انسان وش حلو شو هذا خليتني اطالع لفيتك اربع بخصمات اربع بخصمات طلعت انتين باقي انتين اعوضك والله بذبيحه ما بذبيحه والله ابي ورق عنب اللي تصورك اليوم تجيبه بس بس شفت اللي اصوره انا كل يوم صحن مدبول بس بيضه والله بكره والله يجيك للبيت خلاص عايف قص عليك صافي يا لبن اللي يبي النور ما عليك من ما عليك من والله اللي تبي ورق عنب تمام بس